اهلا بكم متابعينا الكرام على موقع جريدة اهل مصر في لايف جديد مع حضراتكم، متواجدين من منافذ وزارة الزراعة. بنتكلم مع حضراتكم عن فكرة المشروع الصغير التي اطرحته وزارة الزراعة للمساهمة في مساعدة المواطن المصري لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله. طبعا هنا وزارة الزراعة اطرحت فكرة بيع بيض السمان باسعار مخفضة للجمهور، بحيث ان سعر كرتونة بيض السمان في منافذ وزارة الزراعة تبلغ نحو 25 جنيه للكرتونة زي ما حضراتكم شايفين، وبما يعادل البيضة الواحدة 80 قرش. طبعا هنا المشروع هو مشروع صغير لسه في بدايته، لان طائر السمان اثبت بجدارة لسرعته في دورة رأس المال، لان هو على عمر 35 يوم بيوصل لوزن الذبح، وطبعا على عمر 45 يوم الانثى بتبيض ويبقى ليها عائد اقتصادي، بالاضافة لان الطائر سعره بسيط جدا، يعني الجزء بيوصل ل 36 جنيه. طبعا ناس كتير بتسأل هل فوائد بيض السمان زي فوائد بيض الدجاج العادي او الطيور التانية. طبعا بيض السمان ليه اهمية غذائية للكبار والصغار اعلى من بيض الدجاج، لان بيض السمان بيحتوي على مستوى عالي من الاحماض الامينية والبروتين التي يساعد على تحفيز وظائف المخ وتغذية الجهاز العصبي في الدماغ. خبراء التغذية كشفوا عن عدد من فوائد بيض السمان، هو معالج لاضطرابات الجهاز التنفسي وبيساعد في علاج الحساسية ومفيد لمرضى السكر، يقلل من مخاطر الإصابة بفقر الدم ويحافظ على ضغط الدم الطبيعي، كمان بيساعد الجسم على التخلص من السموم وتخفيف آلام المعدة ويعالج التهاب وآلام المفاصل والفقرات. ايضا بيحسن الرؤية وبيحسن المناعة ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم وحماية القلب، الوقاية من مرض السرطان، وبيحسن صحة الجلد، يحسن جودة الشعر، ومفيد للمرأة الحامل. كمان من ضمن فوائد بيض السمان بيساعد في علاج الاضطرابات الجنسية وعلاج اضطرابات الكلى، وبيمنع تكون الحصى في المثانة وتقوية العظام والأسنان. كمان بيساعد على النطق وينظم سكر الدم وينشط عمل البنكرياس، يعالج حصى المرارة، يعالج الزهايمر، وينشط الذاكرة وعمل الدماغ. كمان بينشط ذكاء الطفل وسرعة النطق لدى الطفل، وينشط عمل الأعصاب والدماغ. طبعا هنا بيفضل، يعني خبراء التغذية كمان كشفوا ان بيفضل اكل من 3 لـ5 بيضات صباح كل يوم. زي ما قلنا حضراتكم ان وزارة الزراعة اطرحت فكرة بيع بيض السمان، ودي مشروع لسه في بدايته، لان بيض السمان على دورته على 45 يوم الانثى بتبيض، وطبعا حياته 35 يوم بيوصل لوزن الذبح. وطبعا هم وزارة الزراعة اطرحته للمساهمة في مساعدة الفلاح او المواطن المصري لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها مصر، بل بيمر بها العالم بأكمله. مشاهدينا، زي ما حضراتكم سمعتوا احنا ذكرنا ليكم فوائد بيض السمان، وده طبعا كشفوا لينا خبراء التغذية. طبعا ناس كتير ما كانتش بتسمع عن بيض السمان، لان هو كان يعني في طبقه معينه كان بيشتروا بيض السمان، ولكن هو موجود من زمان، يعني مش ما فيش مقارنه ما بينه وما بين بيض الدجاج، هو كان موجود من زمان وفي ناس بتشتريه، ولكن مش كل الطبقات كانت بتشتريه. هو بيض السمان ليه فوائد غذائيه اعلى من بيض الدجاج، وهو موجود في كل مكان. طبعا هنا يعني ولكن هو بسعر اقل من البيض العادي.
سعر البيضة الواحدة 80 قرش، وطبق البيضة أو كرتونة البيت زي ما حضراتكم شايفين سعرها 25 جنيه. ولسه زي ما قلنا حضراتكم برضو المشروع صغير لسه في بدايته، واللي أطرحته وزارة الزراعة لتخفيف الأعباء على المواطنين ولمواجهة الظروف الاقتصادية اللي بنعاني منها جميعا. كمان مشاهدينا على موقع جريدة أهل مصر خليكم متابعين معانا، هنتكلم مع حضراتكم أيضا عن أسعار السلع الغذائية وأسعار اللحوم والأسماك هنا في منافذ وزارة الزراعة بالدقي. نشكر حضراتكم جميعا على المتابعة.